السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما شفتوا فيديو اليوم غادي يكون مختلف على الفيديوهات السابقه. جيت نشارك معكم في هذا الفيديو التجربه ديالي مع واحد المنتج ديال لوريال اللي بغيت نتقاسمها معكم بس تستافدوا حتى نتوما بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعني تطيب الوجه ديالهم او البشره ديالهم، خصوصا في فصل الصيف او فصل الشتاء ضروري كيخصنا ترطيب الوجه ديالنا باش نعتنيو بالبشره ديالنا. بالنسبه لهذا المنتج اللي هو منتج ديال لوريال هيدرا جينيس، كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي العبوه ديالو او هذه هي القرعه ديالو. يعني انا كيف قلت لكم بالتجربه ديالي، يعني دائما كنحاول انني نقلب على شي منتجات اللي تكون اللي توافقني البشره ديالي، خصوصا ان البشره ديالي يعني مختلطه الى جافه وضروري كنبغي ندير ليها الترطيب قبل ما ندير الفون دو تان او قبل ما ندير ليكرون باش ما كتبقاش نحس بها ناشفه اولا باش ما كتبقاش مقشره عليا. بصراحه ملي جربت هذا المنتج اولا هذا السيروم ديال لوريال عجبني بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله اذا جربته حتى نتوما غادي تشكروني عليه. كيف قلت لكم بالنسبه لهذا المنتج انه كيتكون من واحد جوج ديال المكونات الاساسيه للوجه اللي كتغذي لنا الوجه وكتعطيه واحد الترطيب عميق، كيف ما انه ما كيخليش لنا البشره نحسو بها انها جافه او لانها يعني كتبقى هذيك القشره في الوجه ديالنا. بالنسبه لهاد القنينه او بالنسبه لهاد العبوه ديال هذا المنتج ديال لوريال فيها 70 مليلتر اللي كدير تقريبا يعني وقت طويل. انا ما صورتش معكم هذا الفيديو حتى جربته وعاود عاد صورته معكم باش نعطيكم يعني معلومات اللي تكون صحيحه. كيف ما شفتوا القرعه الاولى راهني ساليتها تقريبا كدي لكم تقريبا حتى الخمسه ديال الشهور، وتقريبا دابا انا سنه باش يعني كنستعملو ولقيت عليه نتيجه لي زوينه بزاف. خلى لي البشره ديالي نضيره، خلاها لي رطبه، يعني تفاجات اول مره كنستعملو تفاجات حيت خلى لي وجهي رطب بزاف والنتيجه عجبتني. يعني استغنيت على جميع المنتجات اللي كنت كنستعمل قبل منه. بالنسبه يعني انا يا هذا المنتج عرفته غير بالصدفه، كنت كنقلب في واحد الموقع ديال جيميا كنقلب على شي مرطبات للوجه، خصوصا ضروري خاصني انايا مولفه يعني ضروري خاصني ندير مرطب عاد ندير من بعد ديالو يعني الفون دو تان اولا ليكرون ديالي. كيف قلت لكم حتى يعني بالصدفه لقيت الناس كي في لي كومونتير كيهضروا على هذا المنتج ديال لوريال كيقولوا انه زوين، يعني شحال من واحد كيستعملو وكيعاود يعني كيعاود يشريه. قلت علاش لا ما نجربوش ونحكم. بصراحه يعني كومونديت لي غير من لو سيت، بالنسبه للثمن ديالو كيتراوح ما بين 80 حتى 90 درهم، وبعض المرات كيكونوا دي بروموسيون. وبالنسبه للثمن ديالو خارج موقع ديال جيميا يعني في المتاجر او في المحلات التجاريه الكبرى كيدير 106 ديال الدراهم تقريبا. انا بما انني يعني كيف قلت لكم شفتو في الموقع يعني كومونديت عليه من تمايا وجابوه لي حتى الدار. بالنسبه للثمن ديال ليفريزون كتكون 16 ديال الدرهم. انا غادي نوريكم هنايا بالنسبه للتكستور ديالو كيكونها خفيفه بزاف، ويعني انه هو كيف قلت لكم انه جيل دغيا كيدخل يعني دغيا كيخترق لنا البشره ديالنا وما تيبقاش يبان بتاتا. ويعني من بعد ما كديروه ما كيبقاش ما كتحسوش بانه دهني، يعني ما كيبقاش يبان ولكن البشره ديالكم كتولي رطبه بزاف بزاف، ويعني الملمس ديالها كيولي رطب وكتولي نضره. انتما غتشوفوا معايا بعد ما استعملته في يديا راه ما تيبقاش يبان، ولكن يعني ملي كتقيسو كتلقاوه رطب رطب بزاف. كيف قلت لكم بالنسبه لهذا المنتج انا بقيت دائما كنكومونديه غير من الموقع ديال جيميا وكيجيبوه ليا بلا ما نمشي انا نديبلاصا ونشريه. بالنسبه للمكونات الاساسيه اللي فيه كاينين جوج، كاين حمض الهايلورونيك وكاين جيل الالويفيرا او لا ماء الالويفيرا كيف ما كاتبين على في القرعه ديالو. بالنسبه للحمض الهيالورونيك هو ضروري يعني الوجه او لا هو ضروري للبشره،
اللي هو كيخلي لينا هاد الجيل دغيا كيدخل لينا في الوجه ديالنا اولا كيدخل لينا في البشره ديالنا وكيعطيها الرطوبه اللي محتاجه ليها بالنسبه لهذا الحمض، لانه كيتكون من واحد الكميه كبيره من الماء هي اللي كتعطينا هذيك الرطوبه. بالنسبه لهذا الحمض كيف قلت لكم كيخلي البشره اقل عرضه للتلف من العوامل الخارجيه، من الشمس في فصل الصيف، ومن يعني في الحال البارد يعني الشتاء ملي كيكون الحال بارد كي يعني كيخلي لنا الملمس ديال الوجه ديالنا طب بزاف وكيحافظ لنا عليه. بالنسبه على هذا الحمض انه يعني كيصلح لنا الخلايا والانسجه التالفه فيعني جراء التقدم في السن، وانه كيساهم لنا على الحفاظ على مادة الكولاجين اللي كتعرفوا ضرورية للبشرة، كيف ما انه كيساهم انه كيشد لنا البشرة وكي يعني كيمنعها من الترهلات. هادو هما الخصائص ديال الحمض الهيرونيك. بالنسبة للجل الويفيرا كيف ما كتعرفوا هو كيحتوي على مواد مضادة للالتهاب ومواد يعني مضادات البكتيريا ومضادات الأكسدة اللي كتمنع من الظهور ديال البقع في الوجه، خصوصا الناس اللي عندهم حب الشباب، وانه كيمنع من التجاعيد والخطوط الرقيقة اللي كتجينا في الوجه ديالنا، وكيعطينا البشرة واحد الترطيب واحد النعومة واحد المرونة اللي كتخلينا اننا يعني نتخلصوا من علامات الشيخوخة. بالنسبة كيف قلت لكم هذا المنتج انا استعملته وعجبني، قلت علاش لا يعني ما نتقاسموش معكم. بالنسبة لهذا المنتج كاين فيه جوج ديال الانواع، كاين ديال البشرة الحساسة والمختلطة، وكاين ديال البشرة الجافة. انا استعملتهم بجوج يعني بجوجهم مزيانين. كاين ديال البشره كيف قلت لكم البشره الجافه والحساسه، صافي كيكون واحد فيه واحد الغيبون واحد اولا واحد السينتا مكتوبه بالغوز في البواطه ديالو انا راني لحتها. وبالنسبه للبشره العاديه الى المختلطه كيكون فيه واحد الخط بالاخضر كيف قلت لكم العبوه ديالو فيها 70 مليلتر، الثمن ديالو على حسب كيتراوح ما بين 90 و 80 درهم بالنسبة في المواقع، و 106 درهم في يعني في المحلات التجارية الكبرى. بالنسبة للطريقة ديال الاستعمال ديالو، أنا كنفيق في الصباح كنغسل وجهي وكندير منه واحد الكمية اللي قليلة، يعني أنه كديرو غير منه كمية قليلة ويعني كيدخل في الوجه، ديرو حركات دائرية في الوجه أو ديرو مساج للوجه ديالكم وراه كيدخل دغيا ما كيبقاش يبان وكيعطيك واحد النعومه يعني واحد الرطوبه اللي زوينه بزاف. ومن بعدها تستعملوا يعني اي حاجه بغيتوا ديروا كيف ما تقدروا، كيف ما كندير انا يعني كنديرو غير هو في بوحدو في يعني في الدار حتى كنبغي نخرج وكندير عليه ليكرون. كيف ما تقدروا تستعملوه في الليل يعني ملي تبغوا تنعسوا وتغسلوا وجهكم وديروا منه كميه، يعني كيو دائما ديروا واحد المساج للوجه، ومني كتفيقوا في الصباح كتلقاو الوجه ديالكم ناعم جدا 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 وغادي يعجبكم بزاف ملي غادي تجربوه. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وهذا النوع ديال الفيديوهات ديال العنايه بالبشره يعني الا كانوا كيعجبوكم تخليو لي في لي كومونتير باش يعني اي منتج اللي جربته وعجبني اولا اعطاني نتيجه ان شاء الله نشاركه معكم. وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.